الآن نتكلم عن موت السوريين في البحار. يجبرهم القهر والجزع والفقر والمعاناة، وواقع مخزي للأسف ومؤسف ومتعب للسوريين، سواء الذين هم في ليبيا ولا في 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 مصر ولا في الأردن، ليكونوا ضحايا تجار البشر من المافيات البشرية المجرمة الساقطة التي تقذف بهم في مراكب متداعية مهترئة لكي يبتلعهم البحر قبالة شواطئ إيطاليا أو ليبيا. لا خوف، لا ضمير، لا أخلاق، لا دين، ولا أي رادع، ولا أي شيء. مأساة جديدة راح ضحيتها مئات السوريين بالأمس، شباب مثل الورد وعوائل وأطفال. هذه الوجوه التي تشاهدونها الآن هي وجوه ماتت، غرقت بالاسم. هذا شاب سوري، وهذا الثاني أيضا غرق في قبالة السواحل الإيطالية بالأمس. شباب مثل الفلة، كل واحد عمره 20 21 و23، ذهبوا ضحية مركب متداعي، ضحية نصابين إلى ما هنالك. طبعا هذا اللي تمكنوا من معرفتهم. غرقت، ماتت قبالة شواطئ ليبيا، شباب بعمر الزهر والورد يهربون من الموت قصفا إلى الموت ذلا إلى الموت غرقا، ما شاف مسكين من حياته شيء. هذه صورة لخمسة ممن قضوا اليوم أو بالأمس في إيطاليا، وتم التأكيد من ذلك. هذه للذين ماتوا. الآن المفقودين، في صور لمفقودين لا أحد يعرف أين هم، في ظلمات البحر ولا في نور الحياة، ما أحد يعرف أين هم. أيضا هؤلاء، هذا مفقود في البحر ما حدا بيعرف وين، والثاني هذا مفقود ما حدا بيعرف وين، والثالثة هذه مفقودة لا أحد يعرف وين. صورة الناجين هلأ نشوفها أيضا، وهذا الرابع أيضا، نشوف صور الناجين الآن. طبعا كل واحد معه رقم. هذا الشباب هؤلاء نجوا من الموت قبالة السواحل الإيطالية بعد أن غرق مركبهم وهو في زوارة أو خرج من زوارة. هؤلاء شباب خرجوا، إن شاء الله يشوفهم أهلهم، إن شاء الله هن بخير وسلامة، لأن الدنيا يعني طايشة فيهم. معنا الأستاذ خالد حلاق، وهو ناشط ورئيس الجالية السورية في جزيرة صقلية. للأمانة خالد حلاق، وأنا أعرفه بشكل شخصي، دائما يسعى في خدمة السوريين هناك. خالد مرحبا. مرحبا. الله يسلمك. ما الذي يحدث يا خالد معاكم هناك في صقلية حول ما حدث في مركب أو باخرة الزوارة؟ والله يا استاذ موسى، يعني ما حصل شيء، يعني مثل ما بيقول بالعاميه شيء بالطفل الصغير. يعني عائلات باكملها راحت في ظلمات البحر كما تفضلت، والاسماك شبعت من السوريين، والتجار تخموا بالعمله والدولارات. وانا الان معي طفل من كفر زيتا اسمه عبد الكريم، ابن عبد الكريم، فقد عائلته كلياتها في البحر. وفي عائلات، في عائلات مثل ما تفضلت في درعا وغير درعا، يعني راحت كلياتها في ظلمات البحر نتيجة رعونة مهرب أو تجار البشر. يعني ما حصل في باخرة أو مركب زوارة شيء مرعب للغاية. احكي لنا يا خالد، وطلع في الكاميرا اذا فيك مشان نشوف عيونك. شوف يا استاذ، بالنسبه للمركب طلع بنهار السبت بتاريخ 24 من هذا الشهر بالليل. طلع المركب المركب طلع تقريبا، مشى مسافه ساعه فقط عن البحر ووقف قريب المركب، صار يمرق مي. اضطروا اتصلوا في الجهات اللي بعتتهم، ارسلوا لهم مركب ثاني قطروا ثاني، مش يعني شحط، بدك تقول شحط، الى مسافه تقريبا شيء 18 ساعه. ترك المركب 18 ساعه، لما شاف باخره ناقلته، فترك المركب وهربوا وتركوا الناس لمصيرهم. فاتصلوا في البوليس الايطالي، خفر السواحل الايطالي راح بده يقوم بعمليه الانقاذ، قام بعمليه الانقاذ، ف
فاجا صار يوزع ستر النجاة، البوليس الايطالي خفر سواح الايطالي صار يوزع ستر النجاة من جهة واحدة من المركب، فالناس كلياتها اجت على جهة واحدة من المركب، وهون حصلت الفاجعة. قلب المركب رأسا على عقب، قلب المركب رأسا على عقب، ما استطاعوا بالبداية خفر سواح الايطالي بالبداية قبل قلب المركب خمس عائلات فقط حسنوا يجيبوها، بس خمس عائلات. فلما قلب المركب للأسف اللي بيسبح مات أكثر من اللي بيسبح، لأنه الناس صارت تمسك في بعضها، الناس صارت تعلق في بعضها بدون وسائل، بدون أطواق نجاة، بدون أي شيء إطلاقا. فانحبسوا الناس كلياتهم تحت المركب، إجا البوليس الإيطالي كسر جهة واحدة من المركب، كسر جهة واحدة من المركب، استطاع. عفوا أخي خالد، هو المركب كم واحد فيه يعني؟ المركب ما يعادل 550، هاي بيقولوا له بالليبية جرافي، 550 راكب. المركب فيه ثلاث طبقات، في الطبقة السفلية هم أفارقة، في الطبقة السفلية أفارقة، في الطبقة الثانية عائلات، في الطبقة الأخيرة العزابيين. المركب تقريبا 550، ومركب رديء من أول ساعة من انطلاق المركب صار يمرق مي. طيب عفوا عدم مؤاخذة يا خالد، كيف للسوريين بيطلعوا بهيك مركب 500 واحد؟ يعني 500 انت عم تحكي عن ضيعة يعني. يا استاذ موسى، القضية ما حدا بيعرف حدا، لما بيجوا ما بيقولوا لهم، انه بيقولوا على اساس المهرب بيقولوا بدنا نطالعكم في جرافي، وبفرجوهم جرافي ونحن بدنا نطالعكم فيها. لما بيجوا على الواقع بيلاقي اخيه بيطالعون بطريقة قذرة، بطريقة استخباراتية قذرة، بالكرابيج بالعصي بيطالعون غصب عنهم، هذا بيموت هذا بيقع ما بيهم، ولحتى شناتيهم اغراضهم كلها بيصادروا اغراضهم، تليفون ما بيخلوا معهم اطلاقا. إيه فانا بنصح يا استاذ موسى من خلال قناتكم الموقرة الوحيدة اللي اجت اتصلت فينا، نحن انه هلق عم نعاني مع الناس. للأسف موت صحفي أمريكي، قامت الدنيا وما قعدت، وأكثر من 250 شخص وأطفال وعائلات أكلت السمك، ما حدا له خبر أطلاقا. فأنا اسمح لي ناشد من خلال قناتكم الموقرة، أولا يا أخي، باعتبار السفر شر لا بد منه، طوق نجاة شمبرير يا ناس، شمبرير أضعف الإيمان، شمبرير ممكن ينقذك، ممكن شمبرير حقه $5 ينقذك، لأنه للأسف أطواق النجاة عم بيسرقوها، لما بيكون طوق نجاة بيسرقوه المهربين ما بيخلوا يطالعوا، عم بيبيعوا طوق النجاة بليبيا $200 وبيردوا بياخذوا منه. فشمبرير أضعف الإيمان باعتبار أنه لأنه الأرض ضاقت بالسوريين، في لبنان، في سوريا، في الدنيا كلها ضاقت فيهم الهروب من الموت إلى الموت. فيحوي شمبرير أو حتى شمبرير سياحة وينفخوا للشمبرير بعد ما يطلع، يعني بعد ما يطلع، لأنه إذا شافوا معه المهربين حتى الشمبرير بياخذوا منه، حتى الشمبرير بياخذوا منه. استاذ موسى بيقولوا له انت طالع في جرافي، وانت وضعك هلا، انا استقبلت جرافي، مو جرافي، مركب صغير اجى من ليبيا من بني غازي، امبارح بالليل وصل الساعه 3 كنا موجودين. سالت انا كثير ناس، قالوا يا اخي نحن قالوا لنا على اساس جرافي، على اساس. طيب. والا مركب مزعج جدا يعني. طيب. يعني ما يعني اذا 20 شخص بيحطوا فيه 200. ايضا كمان لو سمحت لي على المقاطعه، في عائله الجوابره، وهي على فكره لمن لا يعلم من السوريين وغير السوريين، هي اول قطره دم في درعا كانت من شخص اسمه شاب اسمه محمود جوابره، الذي استشهد ب 18/3/2011. هذه عائله، طبعا من في الوسط هو حي، اما الزوج والزوجه على اليمين وعلى الشمال، والاطفال قضوا بالامس في البحر جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع الأطفال، مع كل شيء. ورغم أن المركب قديم متهالك كاد أن يهلك راكبيه، أيضا نستعرض الصورة الثانية يا شباب، طفلة في عرض البحر على متن قارب ليبي، أصغر لاجئة سورية لإيطاليا، اسموها سوريا العمر، من مواليد البحر، الله يحميها ويبعث لها. صورتها ما رح نعرضها لأن ما أخذنا أذن أهلها، هي مع خالد ويعرفها صورتها أيضا مع خالد. خالد لو سمحت لي، الآن تجار هؤلاء المهربين قتلين القتل هذول، شو الحل معهم يا خالد؟ شو الحل اللي عم يضحكوا على السوريين، سواء كان في مصر ولا في الإسكندرية؟ سمعت 300 واحد أخذوهم بلطجية في مزرعة، وأخذوا منهم بما يقارب 300 عيلة، أخذوا منهم شي $1 مليون، وبعدين رموهم في التشول. فشو الحل مع هذول المهربين يا خالد؟ يا
استاذ موسى الحل مو في ليبيا ولا الحل في 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 مصر، الحل هون نحن عندنا بايطاليا. انا بطالب الجاليه السوريه بانشاء غرفه عمليات وموقع بانشاء غرفه عمليات لتوعيه الناس، واي الحل الحل بدنا نوعيه، لانه لا يمكن حتى السلطات التونسيه السلطات الليبيه ما في لها سلطه على هود المهربين، ما حدا هودي مافيات يا استاذ، هود مافيات. شو جنسياتهم؟ شو جنسياتهم يا خالد؟ شو جنسياتهم؟ جنسياتهم في توانسي، في على الاغلب ليبيين، على الاغلب ليبيين. ففي مافيا يا استاذ، هي مافيا متصله بين 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 ليبيا بين تونس بين مصر. طيب عندك صوره الولد اللي غرقوا كل اهله وهو معك على قيد الحياه من ادلب على ما اعتقد، معك ونشوف صورته معك لو سمحت الان، هو جنبك؟ والله انا هلا حجزت له وماشي على ميلانو، الطفل من كفر زيتا غرقت عائلته كلها من كفر زيتا. شو اسمه؟ شو اسمه مشان اهله؟ عمر، اسمه عمر، اسمه عبد الكريم مصطفى، اسمه عبد الكريم مصطفى من كفر زيتا. طيب. ابن ابو كرمو، ابن ابو كرمو. وهلا انا اتصلوا في اهله، اتصلوا في اخواله من تركيا، شافوا الصور، العائله كلها قضت وبقي ولد الوحيد. كم واحد من العيله؟ كم واحد من العيله؟ تقريبا اربعه وامهم. طيب. وابوهم. الله يرحمهم. شكرا جزيلا لك استاذ خالد حلاق رئيس الجاليه السوريه في جزيره صقليه، وشكرا لجهودك انت في متابعه السوريين هناك، وانت من الجنود المجهولين. فاصل قصير نتابع بعده ونستقبل مع بعده دكتور اياد قنيبي، ارجو ان تفضل بالبقاء معنا.